السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتفرجوا في الفيديو، في هذا الفيديو غادي نشوف التصريح ديال محمد الزازولي اللي هو الاخ ديال عبد الصمد الزازولي اللي كيدافع على اخوه بعد قوة انتقادات اللي جوه، وغنشوفوا كذلك الصحيفة الرئيسية ديال المنتخب اللي دافعت على عبد الصمد الزازولي وقالت عليه كلام جميل بزاف. غنشوفوا كاملين في هذا الفيديو، نخليكم مع التفاصيل. بداية غتكون مع الأخ عبد الصمد الزازولي اللي خرج بتقرير تالي وقال فيه: أخي مغربي قح، يعني مغربي 100%، وحلمه دائما أن يمثل المنتخب المغربي، إنه يريد فقط ضمان مكانته في النادي لتمثيل بلاده بكرامة. للأسف منذ الأمس يتلقى الكثير من السب والانتقادات والإهانات. صراحة الإخوان حنا كمغاربة ظلمنا عبد الصمد الزازولي، ماشي كاملين ولكن البعض مشاو عنده الانستغرام وبقاو كيصيفطوا لي ميساجات كيعايروه وكيسبوه، ما فهمتش الاخوان انا الصراحه علاش. ولكن الحمد لله عبد الصمد الزازولي ان شاء الله غيمثل المنتخب المغربي في مارس ان شاء الله ولا في قادم المناسبات. وندوزو لصحيفه المنتخب اللي نشرت المقال التالي: حسنا، فعل عبد الصمد الزازولي عندما اختار البقاء مع برشلونه خلال المرحله الحرجه التي يمر منها الفريق الكتالوني، وحسنا فعل لكونه لم يستعجل الانضمام لصفوف الفريق الوطني في الوقت الراهن وهو مقبل على تظاهرة من العيار الثقيل. فالمسألة لا تتعلق أبدا بمصلحة برشلونة بالقدر الذي تتعلق بمصلحة اللاعب وبمصلحته الفريق الوطني في نفس الوقت. فالزازولي الذي لم يكتمل بعد نضجه الكروي ولا حتى التفكيري وجد نفسه في بحر من الضغوطات الرهيبة تتقاذفه أمواج متلاطمة من الحيرة، هل يلعب حاليا لبرشلونة أم يذهب لكان؟ فاختار البقاء ربما كان قراره، وربما تأثر بنصائح الآخرين، لكن مهما كان فقد اتخذ القرار الصحيح. وداروا لي كمثال بسعيد الركبي، سمعوا مزيان اشنو قالوا لي: تذكروا جيدا لاعبا اسمه سعيد الركبي، لاعب نهضة سطات سابقا، يوم دخل في صفوف الأسود في عمر الزهور واحترق سريعا. ماذا قدم الركبي بعد ذلك؟ وكيف كان مشواره مع الفريق الوطني رغم الهالة الإعلامية الكبيرة التي حظي بها آنذاك؟ هادشي اللي كان خد في الفيديو، الفيديو الجاي في أمان الله.